اهلا اهلا يا حبيبي، ازيك؟ وحشتني. انت عامل ايه؟ انا كويس يا عم سانتو. مالك؟ طيب زعلان ليه النهارده؟ اصل تيتا تعبانه خالص، وديناها للدكتور ومش نافع تخف. سلامتها يا حبيبي، ما تخافش. انت قلت لابونا يجي يصلي لها؟ ابونا هو مش التعبان بيجيبوا له دكتور؟ طبعا هيجيبوا الدكتور، بس كمان ابونا بيجي يصلي لها سر مسحة المرضى. ايه سر مسحة المرضى ده؟ ده باب جديد؟ سر مسحة المرضى ده اللي بيسموه ساعات سر القنديل، عشان لما يكون واحد مريض زي ما ربنا يسوع كان بيشفي كل المرضى، ممكن ربنا يسوع يشفيه ويرجع يعيش تاني فرحان. طب لو مخفش؟ معلش، حتى لو مخفش بيبقى خد نعمة كبيرة، وبيبقى ربنا مجهزه للسماء، وكده كده احنا رايحين السماء في الآخر ففرحاني. لكن ربنا زي ما كان بيشفي الأمراض، ادى سلطان شفاء الأمراض للكنيسة، فالكنيسة تصلي للمرضى عشان ربنا حسب إرادته ممكن يشفي كل مريض. طبعا ده مش لازم معناه يحصل معجزة كل مرة، ساعات ربنا يكون عاوز الواحد يوصل للسماء بسرعة، فربنا يقدر يعمل معجزات. لكن كمان السماء حلوة، فاحنا يعني مش بنخاف من الموت ولا عاوزين معجزة عشان ما نموتش، احنا في الاخر فرحانين ان احنا هنروح السماء. طب انا نفسي ربنا يشفي تيتا زي ما شفى ناس كتير زمان. ربنا زمان شفى ناس كتير من امراض كتيرة قوي، وزي ما قال الانجيل دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. يبقى ربنا يسوع هو اللي علم الرسل زمان يدهنوا المرضى بالزيت اللي متصلي عليه، والزيت ده يديهم نعمة الشفاء. وإيه اللي هيحصل لما أقول لأبونا ويجي يصلي لتيتا؟ لما يكون واحد تعبان في البيت بنطلب من أبونا، نقول له تعالى صلي له من فضلك يا أبونا، وبنكون صايمين الصبح كلنا ونصلي 7 صلوات، كل صلوة ليها شمعة كده وليها قراية من البولس وقراية من الإنجيل والمزمور، وأبونا بيصلي للمريض عشان ربنا يسامحه على خطاياه، ولو كان عاوز يشفيه كمان من مرضه. وكده المريض ده هيخف؟ أبونا بيصلي للمريض يخف من الأمراض الروحية والجسدية. أمراض الروحية أهم، ليه؟ لأنه لو لسه بيكره الناس يبقى مش هيروح السماء. لكن لو عنده مرض في جسمه، معلش حتى لو خف او ما خفش، لكن في الاخر هيروح السم. فيبقى الاهم عندنا دايما الامراض الروحية اللي بتروح بالتوبة والاعتراف والصلاة. انا مبسوط خالص، انا هخلي ابونا يجي ويصلي لتيتا. استنى، هتمشي قبل ما تحفظ الاية؟ تعال نحفظها سوا. امريض احد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. يعقوب 5:14. أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. يعقوب 5:14.